السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم توصلت بمقلات، يعني مقلات ديسيني ذات وجهين. توصلت بها من موقع البيع اللي هو كويزين مول. إذا هذا موقع البيع كيبيع أدوات منزلية، والتوصيل كيكون عنده بالمجان إلى باب المنزل. كما قلت لكم، أنا توصلت من عنده مقلات. غنخلي لكم رابط هذا، يعني هذا الموقع. بالنسبة اللي عجبته المقلة راه غنخلي ليه الرابط. إذا هذا المقلة كتأدي عدة وظائف، يمكن لنا نحضر بها يعني من وجبة الفطور للعشاء، يعني من الخبز، من الوجبة الرئيسية، من الديسير، من يعني الحلويات. بالنسبة للمجة غتشوفوا كل شيء على عينيكم في هذا الفيديو. هذا المقلة أنا كنسميها المقلة الحادقة، لأنها يعني كتعاونني وكت يعني ما كتكترش عليا المعن في المنزل. بالنسبة لعندهم الضيق في المطبخ، بالنسبة للعرسان هي كتكون هدية جميلة. كتكون من وجهين، اذا هذه مانعة الالتصاق، كتكون من وجهين. وجه هو عبارة عن شواية، وجه هو عبارة عن مقلات، وكتغلق يعني كتغلق باش كتولي كيطاجين. اول وصفة غنشوفو هي المخمار او البطبوط. اذا هنا كان استعملتها على الوجه اللي هو المقلة، وكنوضعها على النار. اذا هنا النار ما خصهاش تكون مجهده بزاف، يعني متوسطه. كنخدم بها دائما على نار متوسطه باش كتكون نتيجه ممتازه. اذا كتلاحظوا بان المخمر وجد وهو رطب، هذا بالخبز بالدقيق القمح الكامل يعني بنخالته. اذا كتلاحظوا كيفاش جا رطب. نشوفوا الوصفه الثانيه وهي الخبز السائل. هذا الخبز السائل راه رائع بالنسبه للي كيعرف يعجن او اللي ما كيعرفش يعجن. اللي ما يعرفش يعجن راه سهل ليه بانه يولي يعجن الخبز وكيجي رطب، راه غتشوفوه من بعد. اذا هنا اللي بغى الوصفه نوضعها ليه، هنا غادي نوضع هذا العجين بعد ما اختمر. كنوضعو في المقله بعد ما نكون دهنتها بالزبده، ومن بعد كان هنا درت عليها شويه النخاله. ولكن من الافضل انكم ديروا مثلا الشوفان او انواع يعني البذور كيكون احسن. وغنسد عليه المقله ونخليه عاوتاني يخمر. ملي خمر دابا اذا غنشعل عليه العافيه او الموقد، دائما كما كنقول على نار متوسطه. اذا ونخليه يطيب. اذا ملي الان لاحظتوا بان نشف شويه الفوق، غادي نقلبوا. اذا دائما تقلبوا، لان هذيك المقله كتقلب. اذا هنا بعد ما قلبته لاحظتوا بانه راه تحمر من يعني من هذه الناحيه. غنخلي شويه تحمر من هنا باش نعرف واش طاب. كندير هذا طيب تاع الخشب. الان ها هو طاب، كتلاحظوا غيجي كيجي رطب بالليل، كيجي مزيان، كيجي مخرج. واخا كتشوفوا هكا غليظ، راه ما فيهش الوعر بزاف لانه مهوي. كنقطعو هكا كما كيبان الواحد اللي بغى ياكل، واش كان مربع او كان مدور. وايضا يمكن ليا نديرو في الكري او في على البانيني، وكيولي عندي كيف البسكوت. ها هو الان حاطه مع القهوه. اذا هنا حمرته باش ولا كريم، ولا كي البسكوت. يمكننا ايضا نحضروا بها البريوش، البريوش السائل. فلاحظوا كيفاش كيجي مهول. ايضا الكيك، جميع انواع الكيك يمكن تحضروها. وهذه البسبوسة او الحشة تاع الفران، هذه مشتركة من اكادير اللي صيفطت لي هذه الوصفة. كتستعمل هي هذه المقلة. لاحظوا كيفاش جات هذا النوع ديال الحلوى رطب. وهنا غتبين لكم بانها كتصفيها الحرشة. اذا بالنسبة للحرشة راه غندير لكم فيديو عليها. كتجيها تبارك الله مزيانة. اذا هنا كتستعمل ايضا هذا المقله باش كتوجد الحرشه. بالنسبه للخبز ولا البريوش ولا الكيك ولا هذه الحرشه، اذا كنسد المقله، كنسد المقله ونخليها تطيب شويه. الان غادي نلاحظوا بان انها كتقلبهم، بداو كيتحمروا، وغادي نشوفوا النتيجه النهائيه تاع الحرشه
اللي وجدات وقالت لي بانها جات رطبه بزاف جات مزيانه. هاد يعني الصوت ديالها اذا غنديرو في فيديو اخر باش تشوفوا الوصفه اللي عطاتنا ديال الحرشه. ايضا حضرت بها البانكيك، كتحضر فيها البانكيك، اذا حضرت لنا البانكيك وجربت فيها ايضا البغرير، كيمكن تحضر فيها البغرير وبالتالي يمكن تحضري فيها المسمن. انا ما درتش هنا المسمن في هذا يعني في هذه التجربه، ولكن ان شاء الله نقدر ندير فيها المسمن. هنا ندوزو للديسير. الديسير هنا جربت فيها الفلون او الكريم كراميل. اذا كريم كراميل الا بغيتو نوريكم ايضا الطريقه راه ندير فيديو خاص. كنوضعو في الكؤوس ديالو وكنوضع الماء حتى لمنتصف الكؤوس، كنغطي هنا الكؤوس بورق الطف فقط باش ما يتقاطرش عليه الماء. ولاحظوا بانه الان وجد، ملي كيجمد هكا وكيولي كيلا مكبد فهو وجد، خصو يدار الان في الثلاجة. يمكن ايضا تحضروا الفلون بالشوكولاته بنفس الطريقه. بعد ما برد دائما خصو تيبرد. الان غنحيدو من الكاس ديالو وغادي نشوفو كيفاش جا هاد الفلون. كتلاحظوا بانه فعلا رائع، ويمكن يكون عندكم وصفات اخرى يمكن تحضروها فيها. اذا انا فقط هادشي اللي عندي. كاين واحد السيده حمرت فيها الدقيق، كنعرفها واحد الصديقه شراتها كتحمر فيها الدقيق. هذه بغيت ندير ديك البطاطا اللي مقرمشه بالاعشاب، سلقتها نص سلقه، شرملتها بالاعشاب وزيت الزيتون ودرتها في هذه المقله. كتلاحظوا باني كنحركها مره مره وها هي واجده رطبه ولذيذه بالطبع لانها بالاعشاب. الا كانت عندكم بطاطا صغيره بلا ما تسلقوها نص سلقه مباشره كديروها وكتضيفوا لها الماء مع داك الاعشاب والزيت. ايضا يمكن تحضروا فيها الفريت كما كتحضروه في الفران. هنا غادي نشوي الخضره، بغيت نشوي الخضره، بغيت ندير نوجد زعلوك بالخضره مشويه، كيعجبني مشوي. اذا لاحظوا بان الخضر كتشوى مزيان، جميع انواع الخضر يمكن تشويوها. اذا هنا باش تصاوبوا سلطه مشوي تاع المشويات مثلا تاع الفلفل مطيشه او الزعلوك فهي كتنفع. يعني مباشره كنحيد لنا هذا الشيء، كنقطعو مزيان ونعاود نرجعوا المقله مره اخرى باش نصاوب الزعلوك. لاحظتوا حتى الثومه حتى هي درتها فيها تشوى، يمكن ديروا البصله اللي بغيتوا لان الخضر كتشوى. وهنا كما لاحظتوا بانني كنغلق عليها، هذاك الاغلاق راه كيعاون في الطبخ. هنا من بعد ما قشرت الخضر كنقطعهم وكما قلت لكم غنعاود نردهم للمقله باش نوجد الزعلوك. مع العلم ان الزعلوك بالخضره مشويه راه كيجي لذيذ على الخضره مسلوقه. هنا بغيت نشوي الخضر، اذا هنا هاد الخضره مشويه كتعجبني، اذا فيها شويه زيت الزيتون والاعشاب والثوم وطبعا الملح والبزار. هنا بغيت نوجد سباغيتي بالخضر المشويه كتجي رائعه. ايضا يمكن نوريكم وصفه لا هذه كنت درتها كوصفه سابقه، يمكن اللي بغاها نعطيها في الرابط. اذا فبالتالي كتشوى الخضره مزيان وغادي نخلطها. نقدر دير بيتزا ايضا كتجي فيجيتاريان كتجي مزيانه. جا وقت المعجنات، هنا غنصاوب سباغيتي. اول شيء درت شويه زيت الزيتون وغنوضع الصلصه. هاد الصلصه انا وجدتها يعني كونسيرف مصبره في خارج الثلاجه. كنشكر صديقتي بشرى اللي وراتني كيفاش نصاوب المصبرات، يمكن نوري لكم ان شاء الله في فيديو قبل. هذه يعني صلصه ديال المعجنات وجدتها وكنلقاها موجوده. ما كانش غتقطعوا فقط طماطم، بغيتوا تضيفوا خضار اخرى ماشي مشكل، كل شيء يكون خضر. وهنا غنضيفوا فقط المطيب، يعني غديروا المعجنات غديروا الخضر اللي بغيتوا، غادي تضيفوا العطريه المطيب وتشعلوا عليه على الطريقه وتراقبوا ولا تعود تنشف طبعا. هنا لاحظتوا بعد ما وجدات، اذا احسن هذه ما نسلقوش لي بات، نسلقوهم يكون احسن. نفس الشيء بالنسبه للروز، اذا هنا درتو بالخضر
كنفضل نضيفي غير الملح والبزار كيجي لذيذ وزيت الزيتون. وغادي نغطي على الروز بالماء، ودائما كما قلت المراقبه الراقب حتى كنولف المقله ديالي شحال كتاخذ الماء. اذا هنا الروز وجد كيجيني هذا بنين، يعني كيكون فيه غير مذاق الخضار ما كتاثرش عليه شي حاجه. ندوزو اللحوم والمشويات. بالطبع غادي نستعمل الجهه اللي هي شويه، هنا غنديرو ستيك بما ان هذا ستيك عندي ناشف، فبالتالي دهنت شويه المقله بالزيت. ما بغيتوش تدهنوها راه ما كتلصقش، غير انا فقط بان باش ما يكونش عندي ناشف بزاف، ودائما كنسد عليه باش يكون فتي، وعاد كنقلبو للجهه الاخرى. بنفس الطريقه يمكن لي نحضر القطوان. هنا درت القطوان ديال الديك الرومي بعد ما شربتهم، اذا لاحظتوا كنغلق وكنعاود ننتظر واحد المده وكنقلبهم حتى كيتشوى مزيان. يمكن ايضا بنفس الطريقه نوجدوا جميع انواع القطوان ديال السمك ديال اللحم. اذا هذه الوجبه كلها اللي كتشوفوا هنا راه هي مصوبه في المقله. ايضا هنا كتشوفوا اللحم، هنا بالنسبه اللي كيبغي كي مشويات يعني مع الخضره يحط حتى هي. السمك ايضا يمكن لينا نقليه بدون زيت. هنا بالنسبه للتورتيه يعني يمكن تصابوها، المعقوده ايضا يمكن تحضروها فيها. هنا كنقلبوا بالنسبه للتورتيه، يمكن نحضروا فيها الكغاطان او البيتزا بجميع انواعها، سواء كانت العجين العادي او العجين السائل. هنا الطاجين، طاجين باللحم، هذا طاجين لحم وبطاطا واللوبيا، يمكن ناخذوا طاجين ديال السمك ايضا. واخر شيء باش نفرحوا وليداتنا، الفشار او الجليه بدون زيت، صحيه. وفي الاخر يمكن ديروها بالشوكولا او بالكراميل كما كتحبوا. واخيرا بانها تصلح ايضا باش تسخنوا فيها الخبز، تسخنوا لي بتي بان، تسخنوا الحرشه، فهي كتصلح كما لاحظتوا لكل شيء، اذا حابقه ولا ماشي حابقه. اذا كنتمنى هذا الفيديو يكون رافقكم، تشجعوني. بغيتوا تاخذوا من موقع كويزين مول غنخلي لكم الرابط، والى فيديو اخر باذن الله.